عسلامة. عسلامة. لاباس. الحمد لله. الحمد لله. عرفنا عليك. شادي مرا. منين؟ من القصرين. شنو تعمل في حياتك؟ مخت. نسمعوا برشا شباب يقول لك ما نجمش نكون في تونس، شنو رايك؟ أنا ما نتبعهمش، أنا نجم نكون في تونس، واحد ينقص من التبذير وينجم يعيش كالناس. ترى أنه الشباب يبذر؟ نترى أنا كل يوم قاعد نراه في الشباب يبذر. شنو يبذر بالضبط؟ فلوس 5000 ياخذ حوايج خايبة كذا، يحب يوصل لحكاية ماهيش نتاعو، هو صغير لازم يخمم في روحه، يخمم في اليوم قبل غد. مثلا أنت شهريتك كيفاش تقسمها باش تخلي حاجة تحطها تحت راسك؟ قسمها ما نصرفش، نصرف مثلا 10000 دوب بروحي، ما نخليش 10000 هذيك تمشي في حكاية أخرى، وندس 20 مثلا. نحاول ياكل 20 هذيك بالعشرين تلقى حاجة بيها، تعمل برمية تنجم تعمل بها أي موضوع آخر، تقرا بها، تعيش بها، تصرف منها، تلبس منها، كهو. برشا يقولوا 10000 ما عادش تعمل حد شيء، قهوة باكو دخان صاي تلقى 10000 وفات. ما ينجم ينحي، مش كل يوم قهوة، قهوة تنجم تكون مرة في النهار مش ثلاثة مرات، الدخان ينقص، ينجم ينحي جملة، خاطر هو مرض. يوصل لأسباب أخرى، سكر يجذب الدم، أمراض هكا. بيه أنت تتكيف مثلا؟ لا ما نتكيف الجم الحمد لله، هذه حاجة ما نتكيفش. قليل نلقاو الشاب هكا ما يتكيفش، خاطر دعا الوالدين هذاك قليل مشتاق شاب، خاطر يخمم في روحه هذاك. أنت تخمم في روحك؟ طبيعي نخمم في روحي، علاش عايش يعني؟ مش نخمم في روحي، نخمم في أمي، نخمم في العباد ورايا. تكيفت مدة وبطلت ولا؟ جملة، لا مدة لا بطلت، متكيفت شخص، ما حطيت جملة. جملة. إنه في القراية أصحاب السوء. يقول لك إجا نجربوا هيك سيجارو. هذيك بطبيعة أصحاب السوء. تحط بيهم أنت، عرفتهم. تحط بيهم، ما نخليش روحي ما أنا باش نتبع. ما نخليش روحي نمشي معاهم، فكتني هذيك خاطر هذي سكتين هما. هذيك السكة ما فيهاش على حد، ديما قديم. فهمت؟ ست تدي الحوايج اخرى خايبه، تدي الحبس، تدي الموضوع تنجم تسرق، تنجم تعمل اي موضوع اخر. عرفت اصحاب هكيكا البي والخايب يعني. كيفاش بالنسبه للخايبين كيفاش جبت روحك منهم؟ جبت روحي، جبت كيفاش؟ بشوي. يقولوا لك هك نعملوا قهوه، هم باش يعملوا قهوه معك، القهوه هذيك تبدا تكبر، ناخذوا طرف، ناخذوا نمشوا نسكروا حاشيك، نمشوا نعملوا موضوع اخر، يعني نجبد روحي برا اخويا ربي معاك. يقول لكش هاك تبدلت علينا، شبيك تجبد في روحك؟ بطبيعة باش يقولوا لي كيكا، انا نخلي روحي ديما صحة بالقدر، خلينا بيناتنا يجور. ما جاكش حتى مرة هكا فضول انك تجرب الدخان؟ لا ما جتش، ما تجيش، ما نحبش. انت معناها حتى مرة ما جربت؟ حتى مرة، يعني حتى مرة في حياتي. شم؟ حتى مرة. حتى مرة. طولي على ريتك هاك. مثلا صغار توا في العمار من با 12 سنة 14 13 يتكيف بطبيعة موجودة، خاطر ذيك أمه ماهيش ليه بي، يمشي صبيح يروح في الليل، وين كنت نقر، وين كنت مع صاحبي في عند جارنا، وهو مش عند صاحبه يعمل في حكاية أخرى. أنت وجهت توا المسؤولية للأم، أمك كانت رقيب بالنسبة لي؟ بطبيعة. كيفاش؟ ما نجمش نصفها لك كيفاش. ترقب فيك مع شكون تقعد مع شكون ما تقعدش؟ ترقب فيك مع شكون نخرج مع شكون نقعد، وروح بالتليفونات تيجي روح تبيع نجي نروح يعني نسيب القهوة ونروح. هي هكا يعني بالنسبة ليك الكلام أمك هو كل شيء؟ تبيع هو كل شيء، من علاش عايش يعني؟ كان مش هنا مانيش موجود هنا في الدنيا. أنت ما تكيفتش حتى مرة، الفضل يرجع لها هي؟ يرجع لها هي، يرحم والديه، خاطر مش مزية ذيك، تعس على ولده، في شكون يتبع، في شكون يخالط، في شكون يمشي بالتليفونات كذا. انت توا وين تحس روحك بالضبط؟ هو خط ما عندوش نهاية. بالطبيعة هو خط ما عندوش لا نهاية، فما تحاول تعمل تبني روحك بشوي، ياجورة بالياجورة بالياجورة تلقى روحك عامل حاجة بيها في حياتك. وصلت انت؟ باك ليبي. باك قريبة. بخلاف القراية، يعني في الحياة، أنت كيف ما حكيت يعني تبني بالياجورة. ما عملت شيء لا محالة، ما قاعد نحب بشوي. شو
شو ما أحلامك هك؟ أحلامي معناها واحد يلقى خدمة معناها مسمار في حيط باش ينجم يزيد يكون بها أكثر، فهمت؟ توا تخدم في عمل حر. عمل حر معناها ينجم معناها اللي متغدو يطردوني معناها تقولي لي، فهمت؟ نجم يطردوني، يلزم حاجة مسمار في حيط. حب مسمار في حيط؟ حب مسمار ومنيتي يعني. أمنيتك؟ أمنيتي الوحيدة، نخدم حاجة مسمار في حيط باش نجم نعيش منها. ثم برشا يخدموا موظفين ويقول لك ليه أخي بحاجة مسمار في حيط أنك تبقى تستنى في شهرية. بالعكس بالعكس، كل واحد كيفاش يخمم وكل واحد. أعطينا أنت نظريتك كيفاش تخمم. بعد ينقص شوية من الفلوس ما يبذرش، نجم يصرف على أي موضوع. تحب على خدمة مسمار في حيط؟ نحب على خدمة مسمار في حيط، أما الحمد لله الواحد قاعد يخدم تو دوب دوب بروحه يفضل شوية. عملت بيرم برمي كذا. برمي؟ عملت برمي. قداش تكلف لك البرمي؟ بريسك 800 ألف. خذيته؟ خذيته بالطبيعة، عندي عامين تو. بادي تحقق. كهرباء بعد نبدو نلمو بشوي، 7 منين نعملو كريبة صغيرة نخدمو بها. شنو تخدم بها مثلا الكهرباء؟ شوفروا خدمه في شوفروا ما نخرجوش على شوفروا، ركبوا كليماتيزاريه تشوفوه كذا. عندك ليونات تو في شركه من النجم نحب نعمل ليونات بالكلام الباهي نعمل ليونات في الشركه. ما تخدمش معناها؟ ما خدمتش حتى مره، ما خدمتش. خممش انك بخلف الشركه هذيك خدمه وتخمم انك تخدم تركب لي تركب حاجات كيما الكليماتيزور ولا؟ ان شاء الله بشوي بشوي ان شاء الله واحد ينجم الوقت الفاضي به يمشي يخدم به يعمل. تو في مخك كان الخدمة كهو؟ كان الخدمة كهو، ما عندي حد شيء. حاجات أخرى؟ زوارك حاجات أخرى لي يهزي شي يحتني ريكي. خلي لك كلمة الختام يصير. إن شاء الله ربي يبقى علينا الستر ويرحم كل أم، إن شاء الله ربي يفضل كل أم زيادة ويرحم والديكم كل وكهو.